دورة نادية لطفي السنة دي في مهرجان اسكندرية ارتبطت بكلمة وموقف سياسي جنبها، القدس فلسطين. ده كان من شعار المهرجان في دورة نادية لطفي. نادية لطفي اللي طلع اتكلم عنها في المسرح من فنانين اتكلموا عن المواقف السياسية، يعني عباس النوري الممثل السوري، معرفش حضرتك سمعتي كلمته. انا يعني امتنيت قوي ويعني خلاني استدعى او استدعي الذكرى ما زالت نبضه وحيه فيا، اللي هو القدس دي بقى مش ذكرى، ده واقع. واذا ربنا ما يعني العمر ما اسعفنيش هنا بقى، انا بدي نصيحه لكل يعني مواطن عربي وبصرف النظر عربي، ان اي مواطن انسان على خلق ويحمل العداله ان هو يقف امام هذه القضيه، لانها دي قضيه اجراميه في تاريخ البشريه. فانا بتمنى ان شاء الله لو انا يعني يمكن تديني برضه القوه ان تكون في موقف واقدر اخد موقف ايجابي، مش اقعد هنا بقى كده اهري وانكت. هو قال انت الممثله العربيه الوحيده اللي كنت عجبها وقت العدوان. بصرف النظر عن الممثله، انا مصريه، المصريه والانسان وام، فانا بمثل ثلاث نماذج، ومش بس الام، يعني انا ام الرجل وانا ادافع عن الرجل. فانا في الموقف الموجود ان الاسرائيلي يعني او المنهج الاسرائيلي هو تحطيم وكسر بريق الكبرياء والرجوله للرجل. انا ام، انا لازم افتخر بيه، وانا مستنيه اليوم اللي احنا نتحرر ونحرره معانا. اسم المهرجان نادي لطفي. أنا هحكي شغلة شفتها بعيني. نادي لطفي عام 1982 أثناء الغزو الإسرائيلي للبنان لإخراج المقاومة الفلسطينية من لبنان، كانت واحدة من أهم الشخصيات الاعتبارية الفنية والثقافية اللي راحت على لبنان ووقفت إلى جانب المقاومة الفلسطينية والفدائيين الفلسطينيين في كل أصقاع لبنان اللي كانوا عم يواجهوا الغزو الإسرائيلي. ونادية لطفي أنا ما شفت عم تقاتل، لكن أنا شفت الانسحابات وقتها. العدوان كان غاشم وقوي جدا، وصار في انسحابات شرقا وغربا وبحرا، وفي ناس راحت بسيارات خاصة وفي ناس راحت سرا، الا نادية لطفي ظلت باللباس العسكري. وهذا اللي انا شفته بعيني، وهذا اللي جاي لكم عليه، شفتها في اتوبيس عسكر مع العسكر، فحفيدتها هون لازم ترفع راسها فيها بهذا الموقف. على هذا الموقف كثير تستحق هذا المهرجان ان تكون القدس عربيه. نحن في سوريا، معلش احكي كلمتين زياده، عم نواجه، ما بدي اقول ازمه، هجمه كبيره على كل الاصعدة. الان الازمه على خلوص على المستوى الحربي والعسكري، انما لسه في عنا هجمات اكبر. الحرب الدائره مو دمار ودم، الحرب الدائره هي الثقافه وصراع ثقافات. احنا الان نواجه ما واجهتموه انتم في ميدان التحرير.